ديزل، لا حكومة رد علينا ولا نائب رد علينا ولا وزير رد علينا ولا واحد جاينا. صارنا أربع أيام وإحنا بالشارع، أربع أيام وإحنا بالشارع ما حدا يدري عنا. ينزلونا الديزل ينزلونا إياه عشان نقدر نودي المواطن، المواطن نفس الشيء ما معاه يدفع حق مية، ما معاه بطل واحد يدفع حق مية، كاس جرغن كاس الواحد بطل يقدر يجيب له داره. ارتفع السنة هاي 8 مرات. الديزل بقينا ندير بالنهار 50 ليرة، هسه قاعدين ندير 90 ليرة. النقلة 28 ليرة. احنا نزل عالميا، نزلوا البنزين 3 مرات ورفعوا الديزل 3 مرات. يعني البنزين طلع كيف ينزلوه والديزل يرفعوه. طب احنا بطلنا نقدر. يعني الناس عرفت انه قديش الديزل غالي والكاز لما الدنيا بردت، لما صاروا يعبوا كاز اللي بقى يعبيه ب10 ليرات صار يعبيه ب18 ليرة. الناس عرفت شو الديزل قديش ارتفع والكاز.